علق رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ على أحداث اليوم قائلا إن دولة إسرائيل بتمر بوقت عصيب، وأنني أعزز جيش الدفاع الإسرائيلي وقادته ومقاتليه وجميع قوات الأمن والإنقاذ. وأضاف على موقع إكس: أطلب إرسال كلمات التشجيع والقوة إلى جميع سكان إسرائيل الذين يتعرضون للهجوم، أدعو الجميع للإنصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية وإظهار الضمانة. خلينا نشوف عدد الشهداء اللي بيرتفع حتى الآن. ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة ل 232 فلسطيني، وإصابة 1697 آخرين حتى وقتنا هذا طبعا، وهو عدد يعني قابل للزيادة. معنا على الهاتف الدكتور كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. دكتور كايد، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. دكتور كايد، خليني أسأل حضرتك في البداية، هل توحد الفصائل الفلسطينية في الرأي والموقف تجاه طوفان القدس نراه الآن؟ بالتأكيد اليوم يتوحد الجميع في الدفاع عن القدس وفي مواجهة الإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي عملت في الفترة الأخيرة على استخدام القوة والقتل المتعمد وعلى اجتياح الأقصى، ممارسة شعائر دينية داخل مسجد الأقصى، هذا عن سياسات الضم المتشارعة ورفضها أي تعامل سياسي من شأنه أن يؤدي السياسي وفق الشرعية الدولية وقراراتها. ولذلك يعني ما جرى اليوم هو يؤكد بأن الجميع متحد في مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية، والجميع مصمم على الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدم تمكين الحكومة الفاشية اليمينية من تنفيذ مخططاتها. وكما لاحظنا بالفترة الأخيرة، رغم تصاعد العدوان الإسرائيلي على المدن والبلدات والقرى الفلسطينية عدا عن المسجد الأقصى، فإن هناك تنامي في المقاومة في مواجهة ذلك. واليوم غزة تؤكد يعني بالعملية النوعية التي خططتها بأن الاحتلال سيكون هدفا للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، خاصة وأنه يدير الظهر للشرعية الدولية وقراراتها، ويجد دعم من الإدارة الأمريكية وعدد من الدول التي تصف النضال الفلسطيني بالإرهاب وتدعم بالمطلق سياسات الحكومة الإسرائيلية. دكتور كايد، ولذلك اليوم كل القوى والشعب الفلسطيني موحد في هذه المعركة التي يشعر أنه من خلالها يعود للصراع طابعه، ومن خلالها يعود الكرامة للشعب الفلسطيني والأمة العربية. تمام، انا عارف ان حضرتك متواجد في غزه الان وعايز يعني استفيد من كده واقول يعني واعرف من حضرتك الاوضاع في هذه اللحظات في غزه شكلها ايه تحديدا. صف لنا الشكل العام والاجواء داخل غزه في هذا الوقت. داخل غزه الوضع متماسك، في حاله وحده واسعه في وسط الشعب الفلسطيني، لا تجد هناك من يتذمر او يتخوف من ردود الفعل الاسرائيليه. الجميع مدرك ان هناك ستكون ردود فعل واسعه من حكومه نتنياهو، لان ما مس هذه الحكومه وجيشها وجيشها الامنيه سيؤثر الى حد كبير على صورتها، ليس فقط في الداخل الاسرائيلي وانما على المستوى الاقليمي والدولي. وبالتالي تريد حكومه نتنياهو ان ترمم هذه الصوره من خلال عدوان واسع على قطاع غزه متوقع ان يتصاعد، وهي تريد ان تغطي يعني المجازر التي يمكن ان تلتكتها بموافقه الاداره الامريكيه عبر اتصال نتنياهو مع الرئيس الامريكي بايدن وعبر اشعار الامم المتحده وغيرها من المؤسسات الدوليه على خطواتها اللاحقه، حتى تجد يعني هناك تغطيه دوليه لما يمكن ان يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. نحن نتوقع ذلك، لكن بالمقابل على اسرائيل ان تدرك أن ارتكاب جرائم في قطاع غزة وتوسيع الجرائم على قطاع غزة ربما لا يبقي حدود المواجهة في قطاع غزة، وستتساءل المواجهة يعني مع دولة الاحتلال. كيف ترى موقف حزب الله دكتور كي؟ يعني حزب الله حتى الآن موقفه داعم سياسيا ويعبر عن تضامنه الكامل، وربما يعني اعطى بعض الاشارات التي تقول بان التمادي في الاجوان على الشعب الفلسطيني في غزه قد يستحزن مثله. هو لم يقل ذلك صراحه، لكن ربما يعني نكون امام يعني مثل هذا الاحتمال
إذا تمادت يعني حكومة نتنياهو بعدوانها على قطاع غزة وارتكبت يعني مجازر كبيرة، أعتقد في حينها ربما نكون أمام مثل هذا الاحتمال، أقصد احتمال تبقى جبهة لبنان، وبالتالي هنا ستكون حكومة نتنياهو في مأزق لأنها ستواجه جبهتين وربما يعني تتطور بحر الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك. تمام. دكتور كايد، بحسب مصادر عبرية قالت أن المصادر العبرية من أن مصر أبلغت إسرائيل أن حزب الله سيضرب عمق إسرائيل إذا تدخلت بريا في قطاع غزة، بحسب هذه المصادر العبرية، ما مدى صحة هذا التصريح؟ هو التصريح نشر وبغض النظر عن مدى يعني صحته يعني، لكن المؤشرات تقول والتصريحات السابقة لحزب الله تقول أن هذا الاحتمال وارد، وبالتالي تطور المعركة في قطاع غزة هو الذي يمكن أن يقود حزب الله لممارسة ذلك أم لا، وهذا سيتوقف على يعني كيفية إدارة حكومة نتنياهو للمعركة داخل قطاع غزة. تمام. مرة أخرى يعني ما هو متوقع من ربما استهداف المدنيين ربما ولتخفيف الأزمة الداخلية لإسرائيل، ربما يعني تغامر يعني حكومة نتنياهو بإجراءات غير متوقعة تجاه قطاع غزة، لكن من غير المرجح أن تجتاح كامل قطاع غزة، ربما تجتاح بعض المناطق الحدودية في قطاع غزة لأنها تدرك أن سياح القطاع سيكلفها الشيء الكثير ولن تخرج منه يعني سالمة، وبالتالي يعني طبيعة المعركة التي يعني ستديرها إسرائيل تجاه قطاع غزة مرة أخرى هو الذي سيحدد يعني إمكانية فتح جبهة لبنان أم لا. دكتور كايد الغول، قلوبنا معاكم ومع كل الشعب الفلسطيني ومتضامنين معاكم، وبنتمنى أن الأمور يعني تسير إلى الأفضل ونشوف الصورة هتوصل لحد إيه. دكتور كايد الغول، عضو المجلس السياسي لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نشكر حضرتك، شكرا جزيلا.